لكن دعنا نذهب إلى تونس والزميلة نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من هناك تنضم إلينا عبر الهاتف. نسرين، طبعا يعني تونس واحدة من الدول المصدرة للهجرة غير النظامية، ومؤخرا يعني كان هناك هذا الحادث الأليم، انتشال مجموعة من جثث المهاجرين في عرض البحر. سريعا، كيف يمكن أن يؤثر مثل هذا القانون أو مشروع قانون، ما زال مشروع قانون، على الهجرة القادمة من تونس، وعديد من التونسيين يذهبون باتجاه فرنسا بطبيعة الحال؟ نعم بالفعل دينا، تونس معنية بمشروع يعني بالهجرة إلى فرنسا وإلى أوروبا بصفة عامة، كما ذكرت حادث غرق هذا المركب بالأمس، أيضا هناك حادث غرق لمركب آخر يقل 10 مهاجرين. هذا القانون يعني تأثيره على التونسيين وعلى المهاجرين سيكون كبيرا بالتأكيد، يعني البعض يعتبرون أن هذا المشروع القانون القادم سيكون فرصة لتسوية وضعية البعض منهم، أولئك الذين يعملون هناك لديهم وظائف لكن وضعيتهم يعني غير نظامية كما وصفها مشروع هذا القانون. هذا سيساعد على عدم استغلال المهاجرين التونسيين هناك من قبل أرباب العمل، هذا يساعد على تسوية وضعيتهم على اعتبار أن مشروع هذا القانون يساعدهم على يعني ضمان ويعني تسوية أوراقهم وما إلى ذلك دون المرور عبر رب العمل، هذا يجنبهم الانتهاكات انتهاكات العمل وما إلى ذلك. نعم، شكرا جزيلا نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من تونس.